السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بحب أذكر أنه ما زلنا نجري هذا اللقاء في منزل السيد أبو جمال النابلسية في منزل الكائن في رصيفة. انتهينا من تسجيل 8 أجزاء في هذا الجزء، الجزء التاسع. بنستكمل حديثنا من حيث انتهينا. انتهينا أبو جمال من الحديث عن، كنا نتحدث عن والدك. نعم. وحكيت لي أنه اعتقل في بيت لحم. صحيح. وأنك زرته مرتين. نعم. وبقي بالمعتقل لمدة 9 شهور. 9 شهور. المعتقل تذكر شو اسمه اللي كان في بيت لحم؟ معتقل بيت لحم ليس. وين كان في بيت لحم؟ إذا بتعرف بيت لحم كويس. لا بالضبط. بس كنت أروح بصحبة أخي الكبير السيارة ونصل على المعتقل نزوره ونعود أدراجنا. كيف كان بينك وبين يعني تلتقي من ورا الشباك؟ أسلاك الشائكة طبعا. المسافة كانت بيناتك كم؟ يعني أبدا لا يفصل بيننا إلا الأسلاك الشائكة. وكنا إذا أحضرنا له حاجيات نعطيه إياها بلا حرج. لم يكن ممنوعا. عن إيش كنتوا تتحدثوا؟ نعم. عن إيش كنتوا تتحدثوا في اللقاءات؟ أبدا. كيف الحال وكيف ده وكيف الأمور وكيف البيارة وكيف وهكذا، يعني أمور عائلية وفي مجال العمل ليس إلا. لما أطلق سراحه كيف استقبلته؟ استقبلنا استقبال الفاتحين. طبعا سعدنا وسررنا وزاروا كل الأحبة. بس ما يعني ما كان في تهم محددة موجهة له غير إنه هذا اعتقال احترازي إنه ليس إلا. شأن وشأن الآخرين وما أكثرهم. طيب لما طلع من المعتقل حكى لكم عن شو اللي واجهه هناك؟ لا ابدا ما ذكر. مش ما ذكر لانه لم يواجه سوى الاعتقال. وكانوا يعاملوهم معامله للامانه كما ذكر اللي تليق فيهم، يعني مش معامله مجرمين او قتله أو الى اخره. سياسيين. سياسيين اي نعم. طيب بدنا نرجع للخندق مرة أخرى. تفضل. لما كان يكون في خطط للدفاع عن اللد، كان في خلاف على إنه يجب إنه نعمل هيك، لا نعمل هيك، ولا كان خلاص في إجماع موحد؟ إجماع والقيادة تتولى هذا كله. من القائد الميداني صبح. إلى رجالات البلد. إنه يعني هذا الدفاع عن اللد بهي الطريقة معقول من الجهة الشرقية. نعم. محمية بالجيش العربي. من الجهة الغربية. لنا الخندق. نعم. وأعلننا الدولة الثامنة. وأعلننا ولن تسقط اللد. نعم. حتى كان يوم 11/7. قبل 11/7 شو رأيك تحكي لي إذا حصلت مناوشات واضحة وبارزة قبل، لأنه بتعرف بلشت يعني صار في إجلاء المنتدبين البريطان وكان بلشت مناوشات في القرى وكان في مجازر و... نعم. يعني على سبيل المثال كان في مجزرة دير ياسين بشهر 4. لا احنا ما ابعدنا عن دير ياسين. دير ياسين في الضفة الغربية كمان. ما اختلفنا بس يعني دير ياسين بما قيل عن 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 المجزرة اللي ارتكبت فيها ومجازر اخرى عديدة. هذه كان لها اثار نفسية رهيبة طبعا، وكانت عامل مساعد على ترك الناس لبيوتهم خشية أن يتعرضوا للقتل أو للإبادة أو لهتك العرض وإلى آخره. فعلا كان لها أثر. غادر بعض الأهالي اللد؟ لا لم يغادروها قبل أن تحتل. لم يغادر اللد فرد واحد من أهلها قبل أن تحتل. شوف مش 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 عائلة، فرد واحد لم يغادرها. مش مبالغ في هذا الكلام؟ إطلاقا. غادرها ناس أتوها. مثلا من يافا. نعم. من بيت دجن، من صرفان، أقاموا لفترة رجعوا لقراهم. مش لقراهم، لا وين قراهم احتلت. رجعوا راحوا على الضفة الغربية أو إلى الأردن. نعم. أين؟ في مناوشات مهمة حصلت. في مناوشة واحدة اللي أذكرها جيدا، إنه اليهود أجوا على الرمل من جهة النبي صالح. نعم. جميل. تاريخ. تاريخ
يمكن في أواخر خمسة نعم 48 أواخر شهر خمسة 48 تقريبا نعم يعني مش دقيق لهذا إنما تقريبا وبعدين طلبوا أهل الرمل النجدة وهبوا المسلحين اللي نزلت إخوتهم في الرملة نعم ودارت معركة عند النبي صالح ولم يستشهد فيها أحد من أبناء اللد خسائر اليهود طبعا لا يمكن أنه نعرفها لأن اليهود لا يتركوا قتلاهم إلا إذا كانوا مضطرين خسائر اليهود إنما تركوا في أرض المعركة 2 من عسكرهم وحملناهم معنا إلى اللد ودرنا فيهم وبعرفش إن كان هذا صحيح يعني يصح أم لا المهم إنه ربطوا خلف المصفحة بالحبال وداروا فيهم شوارع البلد جروا سحلوهم سحل كما يقال نعم طيب أبو جمال تفضل يعني أنتوا كنتوا تبادروا في نجدة الآخرين صحيح طيب معناته خلينا نقترب على على شهر 7 تذكر بالتفاصيل نعم تفضل شهر 7 يوم الأحد 11/7 ظهرا تفضل صارت صيحة في البلد اليهود أجوا من الشرق من مستعمرة بنشامين كويس؟ نعم هبوا المقاتلين في البلد مشان يتصدوا لهذه القوة الغازية وفعلا كانوا كلهم مشاة لم يكن لديهم مركبات إطلاقا كلهم مشاة ومندفعين نحو البلد قادمين من مستعمرة بين شمن لبيت علي اليهود كانوا قادمين كمشاة نعم اقتحام يعني اقتحام تصدى لهم أهل البلد ودارت معركة استمرت حوالي ساعة وردوا على أعقابهم جميل ردوا من حيث أتوا وعاد كل أهل البلد يهللوا بالنصر وبطرد اليهود نعم وما إن استقر هذا المقاتلين كل واحد في بيته ولم يمر نص ساعة شوف ما معنى نصف ساعة وإذا بناقلات الجنود والمدرعات والمصفحات الإسرائيلية في وسط البلد أرأيت؟ في وسط البلد؟ في وسط البلد دون أي مقاومة كل المقاتلين اعتبروا أن المعركة انتهت ولجأوا إلى بيوتهم وإذا باليهود يقتحمونها في المدرعات يعني كانوا اليهود مخططين لهذا أنه معركة تستمر وينهزموا فيها وبعدين يقتحموا واقتحموا البلد يعني عصر لم يعني بين العصر والمغرب كانت البلد قد سقطت في يد اليهود وكانوا مسلحين تسليح كل أسلحتهم اللي دخلوا فيها من تشيكوسلوفاكيا سواء الأسلحة الخفيفة أو الرشاشة أو المدرعات أو المصفحات طب كيف شو تفسيره أنتوا بهالجاهزية العالية بهالخندق اللي بنيتوه عملتوا المعركة ورجعتوا يعني في جاهزية مش إنه المهم هذا ما حصل أنا أقول للتاريخ سيدي لم يكن هناك حرب شوارع في اللد خلاص كأن الناس على رؤوسهم الطير استراحوا لم يعني ملحوش يستريحوا في بيوتهم من صدهم لليهود في المرة الأولى حتى كانت مصفحات اليهود ومدرعاتهم تتجول شوارع البلد وتطلق الرصاص في كل اتجاه والناس كأن على رؤوسهم الطير وخلص وأضرب لك مثال على ذلك صدق.
يعني أنا لن أخجل أن أقول التاريخ والحق. أنا مثلا أحد هؤلاء، أنا كان معي مدفع رشاش ستينجن كويس. خرجت من بيتنا بعد أن علمت أنه اليهود دخلوا البلد واحتلوها، وفي زاوية من زوايا البلدة القديمة كنت أنا مختبئ في جانب جدار، وإذا بسلة جنود إسرائيليين ماشيين وكل واحد رشاشه في إيده. الجنود الثلاثة هدول كانوا على مرمى سلاحي، يعني كانوا على بعد أمتار محدودة، يعني لم يكن يعني كان كافيا أضغط على الزناد لأقتل هؤلاء الثلاثة، ولكنني وشيء من الله والله لم أفعلها. صادق. تركتهم وذهبت إلى ناحية أخرى. كيف حصل هذا؟ لماذا؟ والله لست أدري. وهكذا واحتلت البلد، وأمر الشباب بالتوجه إلى المساجد، بعضهم توجه إلى مسجد دامش، وبعضهم توجه إلى المسجد العمري الكبير، وأنا أحد الذين ذهبوا إلى المسجد العمري الكبير. نعم. الأحد. احنا ما زلنا في يوم الأحد. نعم. الاثنين ضلت الحال كما هو. كيف مرت الليل؟ كيف مر عليكم الأحد؟ يعني هم دخلوا، حكيت لي عصرا كانوا موجودين. قبل المغرب. قبل المغرب. كنا في المساجد، لأنه مكبرات الصوت طلبوا من كل الشباب أن يتجهوا إلى المساجد. ذهبت أنا إلى المسجد العمري الكبير طول الليل، طبعا لم ننم، كانوا الجنود الإسرائيليين محوطين المسجد وعلى أسطح المسجد، وبقينا حتى الظهر. الظهر بلغنا أنه مصفحتين من صفحات الجيش العربي الأردني اقتحمت البلد، واعتقد الناس أن النجدة قادمة والتحرير على الأبواب. انطلقوا المصفحتين هدول إلى مركز البوليس، نقول له القسم، مركز البوليس تبع البلدة. ذهبوا إلى المركز، دخلوا المركز، أخذوا الضابط الكبير الأردني اللي كان موجود في القسم، حطوه في المصفحة وعادوا أدراجهم. وعادوا أدراجهم. طبعا اليهود اعتقدوا انه في الى حد ما تغير في الامور، او هناك قوة قادمة لطردهم. اصابهم شيء من الارتباك، بحيث انه اهل البلد كل واحد معه قطعة سلاح سحب سلاحه، وبدأوا ايش بدهم يعملوا شيء، مدام ادتنا النجدة فلنشارك. منهم اثنين الله يرحمهم اللي قلت لك كانوا احد اركان القيادة الموحدة، اللي هم المرحوم جميل هارون ودخيل محمود درويش، اخذوا اسلحتهم وانطلقوا نحو المسجد. صادفتهم سيارة جيب عسكرية اسرائيلية، قتلوا التنين اللي فيها وركبوا سيارة الجيب وبدأوا يطلقوا النار. نعم. وما هي الا سويعات أقل من الساعة انجلى الأمر، واتضح أن المصفحتين هدول قادمين لأخذ الضابط الكبير ليس إلا. وأدرك اليهود هذا الأمر، وكان أنهم مصفحاتهم انطلقوا في أثر هذه السيارة اللي أخذها المرحومين، وأطلقوا النار عليهم المدافع الرشاشة وقتلوا التنين، وداست السيارة المدرعة تبعتهم خبطت فوق الجيب حتى فعصت هؤلاء الشخصين. وأتوا إلى المسجد، مسجد دهمش، وثأروا لقتلاهم أو للقتلين هذول ليس إلا من اللي في المسجد. قتلوا حوالي، في ناس بيقولوا 80، لا هم حوالي 48 48 فرد. أطلقوا الرصاص عليهم داخل المسجد؟ داخل المسجد. نعم. في حدا كان من الناجين؟ نعم. حدا نجي من ال كثير. كثير. يعني اللي قتلوا توفوا حدود 50.
طيب ذكروا لك كيف تم إطلاق النار؟ يعني كيف قيل لك الحادث؟ أبدا فتحوا الرشاشات عليهم، ليس إلا يوم الثلاثة بدأوا يؤمروا الناس بالمغادرة. طيب خلينا في مسجد دهمش. نعم دهمش، تفضل. بتعرف حدا من اللي قتلوا في المسجد؟ والله أسمائهم مش حافظ. لا كان حدا بهمك، صديق، لا قريب، لا أو هذا؟ لا 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 والله لم يكن أحد. احنا كنا في المسجد العمري. طب ليش ما صارش ذلك في المسجد العمري أيضا؟ لأنه المعركة أو حيث قتل الجنود الاثنين وحيث استولى الشباب على سيارة الجيب كانت في الساحة اللي أمام مسجد دهمش. نعم. والمسجد العمري طبعا بعيد إلى حد ما في البلدة القديمة. فكان يوم الثلاثاء صدرت الأمر بالهجرة، مكبرات الصوت يلا على عبد الله، يلا على عبد الله بالحرف. بالمكبرات يلا على عبد يلا الله، يلا على عبد الله، يلا على عبد الله. طبعا الناس زي ما قلت لك مش منطبع في اذهانهم، قد ينكلوا فيهم او قد، وعلى اعتبار انه الرحيل لايام معدوده لم يخطر في بال احد انه هذا راح رحيل بلا عوده، حملوا معهم ما خف وغلا واتجهوا شرقا إلى الضفة الغربية عن طريق مستعمرة بيت شمن. اليهود خططوا لحددوا لهم مسيرهم. حددوا المسير؟ نعم حددوا المسير، وكان في نقاط، وفي بعض يعني أقول للتاريخ إنه اليهود أنواع، في بعضهم كانوا يحاولوا يواسوا الخارجين أو يمدوا لهم يد العون إلى حد ما، والبعض كان يسرق ما لديهم من نقود أو مساك. حصلت سرقات؟ حصلت وما أكثرها، يعني جردوه الرجل من نقوده والمرأة من حلية. نعم يعني حالة ولا حالتين ولا حالات وما أكثرها. طيب اتجه الركب زي ما قلت لك. تسمح لي بس أقاطعك، الحادث أو المجزرة اللي ارتكبت في المسجد أثرت يعني بشكل كبير على النفوس وأهالي اللد يعني ولا؟ إلى حد ما، لأنه لم يعلم بها الكثير. ليش؟ لأنه ما كانش الناس كلهم محشورة بيوتهم، ما كانش فيه وسيلة اتصال، وهذا أطلق رصاص في المسجد وبعدين اتضحت نتيجته. يعني أنت ما تعرفت مثلا عن؟ نعم. انت مثلا شخصيا امتى عرفت عن مجزرة؟ بعد ان وصلت الضفة الغربية. يا سلام. لانه ما كانش ممكن تصلني اخبار وانا رهين المسجد الاعتقاد. وهكذا انا بدي هلا توصف لي انت مين تركته في البيت؟ يعني انت موجود في المسجد. نعم. والشباب وكبار السن، طب والسيدات وال كلهم في بيوتهم. كلهم في بيوتهم. طيب لما بدو انت خرجت من المسجد في اللحظة اللي خرجت فيها من المسجد وحكوا لكم يلا على عبد الله. نعم. احكي لي بالتفصيل. بالنسبة لي شخصيا. شو كنت لابس؟ كنت لابس بنطلون وقميص. ليس الا. الجو حار. الجو الله اكبر. كم كان حارا يا لطيف، والدنيا رمضان. الناس صيام. كنتوا صايمين في المسجد؟ لا طبعا لا، بس بقول انه في بعض كان سيئين. انا لم اقول شهر رمضان كان. شهر رمضان. كم كان عددكم بالمسجد تقريبا المحشورين فيه؟ كان يمكن في اكثر من 500 في المسجد الكبير. اكثر. كان مكتظ، وكان حتى قضاء الحاجة مش سهل، وشيء اليومين اللي قضيناهم في المسجد. كيف قضاء الحاجة مش سهل؟ ليش؟ ما كانش مسموح؟ لا يعني فيش متسع، وللناس اللي كلهم بدهم تحجزوا، في ناس مثلا كان يطلع على في الجنب شيء بدون ما يروح له لدورات المياه. المهم كان مسموح لكم الصلاة؟ وكنتوا تصلوا؟ ولم يكن يخطر في بال احد يصلي. انا اكلمك بالواقع. ولا حد خطر باله يصلي، ولا هو صلاة، ولا في امكانية وضوء، ولا طهارة، ولا وكأنه يوم الحشر يعني. أبدا وكأنه يوم الحشر. أي أيوة والله. المهم يا سيدي،
بدي أكمل لك. أمر الناس بالرحيل، في المساجد انطلقوا حددوا لهم خط سيرهم، فيش ممنوع تروح بيتك، ممنوع على طول هيك امشي، واللي في البيوت سواء سيدات أو كبار السن أو كلهم برضو اتجهوا. التقيت أنا بأسرتي قبل أن أصل مستعمرة بين شمن، يعني قبل بشوية بين مستعمرة بين شمن وبين مستعمرة جمزو لقيت حياة والدي وأمي وخواتي. طيب أنت قفزت لي قفزة كبيرة، تحركت من الجامعة مشينا على الأقدام ولا بباصات ركبوكم؟ مشينا على الأقدام. أي بساط؟ مش وسيلة نقل إطلاقا إلا بساطهم، لأنه في 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 بعض القرى كانوا يحطون في بساط. إجوا أنا بقول لك عن اللد، عن اللد مشينا على الأقدام، القلة قليلة كان معهم دابة، اللي عنده بغلة اللي عنده تكرم حمار حمل عليه بعض الأشياء، إنما وسيلة نقل حديثة إطلاقا إطلاقا إطلاقا. طيب ماشيين ورا بعض؟ ورا بعض ورا بعض. طب وكان في جنود يمنعوكم انه واحد يفلت من هون يهرب على؟ نعم نعم نعم. حتى وين؟ حتى بعد مستعمرة بين شمن، بعد جمز وبين شمن. كم كيلومتر؟ تبدأ المنطقة الجبلية وانطلق حيث شئت. كم كيلومتر هذا المشي اللي مشيته؟ هذا المشي يا سيدي من عند المسجد العمري. من عند المسجد العمري فيها 6 كيلومتر، حوالي 6 كيلومتر مشيا على الأقدام. هذا حتى مستعمرة بين شمن. وبعدين مشينا كمان أكثر من 10 إلى أن طيب لما وصلت المستعمرة المناطق المأهولة. طيب إحنا عند المستعمرة، يعني أذكر شيء مثلا، إنه إحنا عندما كنا في كتف المستعمرة وإذا بالطائرات المصرية سلاح الجو المصري يغير على مركز قيادة إسرائيلي في قرية جمزو اللي هي لا يفصلها عن المستعمرة إلا المسافة قصيرة جدا. بعد ما أغارت الطائرات على مركز القيادة هذا، وإذا ببعض الجنود الإسرائيليين يطلق النار عشوائيا على الجموع المارة. طيب قتل حدا؟ قتل حوالي 40 شخص، يعني كأنها أمام مجزرة ثانية، يعني دهمش، مجزرة أخرى، هناك دهمش وهنا على مشارف على مشارف مستعمرة بين شمن. أطلق الجنود الإسرائيليون النار على المارة، على الجموع المارة عشوائيا، وقتل في حدود 40. وأنا وبعد مرور شهر من هذا عدت إلى تلك المنطقة ورأيت الجثث تنهشها الوحوش والكلاب. رأيت هذا بأم عيني عندما عدت إلى بلدي، لما عدت متسللا إلى اللد بعد شهر من سقوطها، رأيت هذه الجثث في مكانها وتنهشها الوحوش والكلاب الضالة. وأقسم بالله على ما أقول. المهم وصلنا المسير، وصلنا. لا، لما تم إطلاق النار كنت أنت بهاي الجموع؟ كنت بعيدا إلى حد ما. كنت تقدمت عن المستعمرة. يعني الناس اللي خلفك، الناس اللي خلفي هم اللي أطلق عليهم النار. أطلق عليهم النار. نعم. والرقم مبالغ فيه؟ تحكي حوالي 40 شخص؟ لا مش مبالغ فيه، لأن أنا شفت بقايا هذه الجثث. مشينا يا سيدي، مشينا أنا بعد. وين التقيت أهلك في أي نقطة؟ يعني بعد المستعمرة بمسافة قصيرة التقيت أمي وأبي. مصادفة؟ نعم. مصادفة التقيتهم؟ صدفة طبعا. صدفة، ليس هم، لا أنا لا أعلم أين هم وهم كذلك. لقيتهم، لقيت إلي يا سيدي. كيف كان والدك ذاكر الرجل الضخم المهم. نعم. المهم يا سيدي، لقيتهم في حالة طبعا يرثى لها، والعطش فعل بهم ما فعل، لدرجة انه كسرت اعواد الذرة البيضة وعصرتها، عصرت في تم
امي الله يرحمها الله يرحمها الى ان استعادت وعيها، وكان ابن اخ لي عمره حوالي 9 اشهر. كانت اختي تحمله وهو يحتضر من الحر والعطش، ابن 9 اشهر. من الحر والعطش؟ نعم. وامه فيش مجال ترضعه، فيش حليب ولا في اشي. المهم حياة والدتي قالت لي يما خذ ابن اخوك وانطلق فيه، شوف له. حملته انا والي اخت الله يعطيها طول العمر كمان موجودة عافية، اتناوبت على حمله انا نص كيلو ركضا ونص كيلو، إنا قال وصلنا منطقة في بلد نعلين، سمعت بنعلين؟ نعم. مشارف نعلين كان في مكان اللي يحصدوا عليه، مكان البيادر. في المكان البيادر هذا في تمد. ما هو التمد؟ التمد هو المكان الذي تجمع فيه مياه الأمطار. نعم. عند هذا التمد وجدت مجموعة كبيرة من الناس يحاولوا انهم يطولوا مي من هذا التمد، وقفت انا على فوهة هذا التمد وانتظرت. وما ان خرج الوعاء اللي فيه المي من التمد حتى لقفته بيدي بقوة بقوة وبعنف، وصببت من قليلا منه على وجه ابن اخي، وما هي الا دقائق، لا اريد ان اقول ثواني، انما دقائق، واذا به يفيق ويفتح عينيه والكاغي ودبت فيه الحياة مرة أخرى، والله على ما أقول شهيد. صادق. والآن حي يرزق، طبيب يشار له بالبنان. شو اسمه؟ الدكتور كامل يوسف النابلسية. وين موجود؟ خدم في السعودية 27 سنة، والآن موجود في قطاع غزة في بيتنا في معسكر النصيرات للاجئين، له عيادة ويعمل أيضا مع السلطة الفلسطينية. نعم هذا هو ابن أخي. إذا استمريت بالمسير، بالمسير إلى نعلين، إلى أن وصلنا نعلين حيث بتنا فيها ليلتنا. كم كيلومتر نعلين عن وسط البلد عندكم؟ قول 6. حكيت لي عن 6 كيلومتر للمستعمرة، لكن المستعمرة وبعدين حوالي 10 أو 12 إلى أن وصلنا مشارف نعلين. بس كل هذا المسير، كل هذا الخط، خط دروب هاي ولا طريق رئيسي؟ لا، دروب بين الجبال. بين الجبال دروب، ليست محبدة ولا إنما طرق مطروق. بس مجاميع كنتوا يعني في اللحظة اللي حكيت إنه أنا مسكت الطفل وكنت تمشي وتتناوب أنت وأختك، كنت تركت المجاميع هاي؟ تركت المجاميع وانطلقت. المجاميع عشرات الآلاف، ماذا أقول لك، مش آلاف، عشرات الآلاف، يعني جموع تمشي، واللي يسقط يسقط واللي يموت يموت. أضرب لك مثلا عندنا الحاج حسين غنيم موزع المحروقات في اللد. نعم. الموزع الأول للمحروقات في اللد، مررنا عليه بعد ما أنقذت ابن أخوي، مررنا عليه أنا وشقيقي الأكبر، شقيقي أبو كامل الله يرحمه، مررنا عليه وهو ممدد على الأرض وبغلته بجانبه. شو ممدد على الأرض؟ ميت؟ لا مش ميت، مغمى عليه. مغمى عليه من العطش، مغمى عليه من العطش. عرفوا أخوي الله يرحمه، قال لي أخوي هذا الحاج حسين، ركض وجاب عود ذرة وظل يعصر يعصر على وجهه في تمه لما استفاق وتمام ودبت فيه الحياة مرة أخرى، وركب بغلته وانطلق. بعد ما انطلق وبعد أن وصلنا بير زيت التقينا به، التقى به أخي أبو كامل والتقيت به أنا، وحدثه عن هذا، وإذا به يقول لي أخي بتعرف يا أبو كامل، عندما كنت أنا ملقا على الأرض كان في جيبي، في عبي، قال ما قالش في جيبي، قال كان في عبي 25,000 جنيه فلسطيني، 25,000 جنيه استرليني.
استرليني. ما هو الفلسطيني هو الاسترليني. ضحك اخوي قال والله لو اعرف الحاج هيك لخنقتك وخدته. يعني هذا مثلا من جمله من حصل. شو بتذكر روايات اخرى عن عن الام الهجره هاي؟ المهم احنا مثلا بيتنا ليلتنا في نعلين على مشارف نعلين. والله اني لما كان معك الطفل. عندنا طفل وكنا حكيت يعني. لي كان في ناس موجودين ناس عند البير هذا. من وين كانوا؟ من اللد؟ من الناس اللي سبقونا. من اللد بقى. من اللد كله من خاطبة كله من اللد. طيب المهم انه بدنا ليلتنا في على مشارف نعلين افترشنا الارض والتحفنا السماء وانا والله كانت وسادتي حجر والله على ما اقول شهيد. بزغ صباح الاربعاء حياة والدي انطلق واستأجرنا سيارة نقل وركبنا فيها كلنا إلى بير زيت. في بير زيت لجأنا إلى أحد الكروم يعني أحد الكروم اللي مزروعة بالفواكه بالخوخ والمشمش وإلى آخره واخترنا شجرة كبيرة وجلسنا تحتها وأقمنا حواليها ساتر من القماش والخيش وإلى آخره وكان هذا مقرنا لمدة 36 يوم. بقينا 36 يوم تحت هذه الشجرة نتزود بالماء من أصحاب الكرم عندهم كان بيار مية ونطهو ونخبز يعني طريق البنات واحيانا انا مشي نجمع من الجبل الحطب ونولعوا يطبخوا على المقعده ويعجنوا ويخبزوا بفرن طين سووه على عجل. بقينا حوالي 36 او 38 يوم. تذكر لمين الكرم اللي كنتوا فيه؟ اسماء اصحابه؟ لا اذكر بس اذكر انه اصحابه مسيحيين. بس هم لم يقدموا لنا شيء ولكن لم يضايقونا ولم يتأففوا من وجودنا. إنما هل قدم لنا شيء من أي جهة في العالم؟ أقول لك لا. وبعدين كانوا الناس يقولوا إنه كنا الناس صابتهم الفجع من كثر ما بدهم يأكلوا. يعني مثلا إحنا العائلة هذه كنا ننزل نشتري كل يوم 3 ترطال طحين. 3 ترطال يعني 3 × 4 ب 12 كيلو طحين. نعجنهم حياة الوالدة والبنات وإشي ونخبزوهم وكلهم بليهم فجعه يعني انه مفروض يكفينا رطل واحد. وكانت 3 ترطال طحين بجنيه استرليني. 3 ترطال بليره ولعنها ليره. غالي جدا يعتبر. طبعا غالي جدا جدا. طبعا غالي جدا جدا في الفترة هذه غالي جدا. المهم انه خلال الفترة هذه خليني استرسل معك. حياة والدي الله يرحمه شعر انه صار فيه فلوس راح نقصت ستنضب دون ان يستشيرنا او شيء عاد الى البلد متسللا. غاب عنا 3 ليالي. طبعا بحثنا بير زيت طولا وعرضا وسألنا في بيت لحم وسألنا في نابلس وين 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 وإذا به يعود لنا بعد 3 أيام. اتضح إنه نزل على البلد تسلل إلى البلد وجاب فلوس وجاب مصاغ الوالدة والبنات وجاب معه بنادق 2. بنادق؟ نعم بنادق منه إحنا سلاحنا مدفون. حمل 2 منهم ولما اجى باعهم في بير زيت. المهم واكملنا على هذا المنوال. انت ذكرت لي انك انت رجعت بعد شهر. نعم انا رجعت بعد والدي. بعد ان اتى والدي وبعد ما مر علينا بالضبط شو بالضبط 31 يوم اخوي ابو كامل الله يرحمه قال بدي انزل على البلد في إنا شوية أشياء في ملابس وخصوصا حياة جدتي أبوي الله يرحمها كذا مرة
قالت لي يا ستي بدي اواعيه، بدي ملابسي. وكانت هي يعني من النساء اللي تقولي مغندرات بالرغم من انها عجوزه. المهم اخوي ابو كامل قال يلا ننزل. نزلت انا وشقيقي ابو كامل الكبير، نعم، واخذنا معانا شخص اسمه اسماعيل دهمش مشان يحمل، نحمله اشياء بالاجره. وشخص رابع رافقنا اسمه اسماعيل الفار. اسماعيل الفار هذا كان طويل القامه واشقر الى حد ما، ولما نزل معانا بعد الصدف كان لابس بنطلون وقميص كاكي، لون كاكي تبع زي الجيش، ومعه مسدسه. انزلنا احنا، المهم انزلنا. طب كيف اتجمعتوا على بعض؟ يعني كيف التقيتوا انتوا ببيرزيت؟ التقينا ما كلهم في بيرزيت. يعني كان في اعداد كبيره من اهالي اللد موجودين بالكروم؟ وحدث ولا حرج. الاف بالكروم، بالكروم بيرزيت. نعم نعم بالكروم، ومنهم ذهب الى المدارس والى اخره، انما احنا رحنا على الكرم. المهم يا سيدي انطلقنا من بيرزيت الى عين ايوب، بلد يقال لها عين ايوب. بالتفصيل هلا. من بير زيت. من بير زيت باي اتجاه؟ مشينا على الاقدام. على الاقدام طبعا. مشينا لما وصلنا عين ايوب. عين ايوب هذه كانت الحد الفاصل بين المناطق اللي تسيطر على العرب، يعني الجيش العربي واليهود. جلسنا مشينا. كم هاي المسافه مشيتوها؟ يعني كم اخذت معكم؟ تذكر امتى انطلقتوا مثلا؟ انطلقنا احنا بدري، ولا انطلقنا الظهر وصلنا العصر تقريبا، وضلينا في عين ايوب. مشينا شويه وصلنا في مغاره في بطن الجبل، ضلينا فيها. عين ايوب تابع لمين؟ لاي محافظه؟ هي الحد الفاصل بين الضفه الغربيه، يعني حدود من اراضي العرب، الاراضي العربيه والاراضي الاسرائيليه. نعم. لجأنا الى المغاره هذه اللي في جوف الجبل حتى غربت الشمس، الى ان يعني اظلمت قليلا، وانطلقنا. بدنا ننطلق شوي شوي مع بعض. انطلقنا اربعتنا، انطلقنا حتى وصلنا قبل بين شمن بقليل، وإذا يقابلنا ناس عائدين من البلد. من الناس اللي تسللوا ورجعوا. وطرحوا السلام عن بعد وحيوا، ظلوا هم منطلقين واحنا منطلقين، إلى أن أصبحنا على كتف مستعمرة بن شمن، وإذا بي كما سبق وحدثتك أرى الجثث التي تناشها الكلاب. نعم. نعم. مرينا عليهم وعلهم مر الكرام، اللهم لا حول ولا، ومشينا وصلنا إلى أن وصلنا باب بيتنا. لم يصادفنا أو يقابلنا أي يهودي إطلاقا حتى وصلنا باب البيت. جميل. ما في مظاهر عسكرية، سيارات إطلاقا إطلاق. مدينة فارغة. مدينة أشباح. مدينة أشباح ليس إلا. وصلنا باب البيت. كيف كان منظرها؟ نعم. مدينة أشباح الدنيا مساء هي منتصف الليل، بعد منتصف الليل. منتصف الليل وصلنا. وبتمشوا بالشوارع وما فيش حركة؟ ولا إضاءة ولا نهائيا. شوف ما معنى نهائي، يعني مدينة ميتة كأنه ضربها زلزال. كان في أثار تدمير؟ إطلاقا ولا إطلاق. لم يدمر حجر واحد في الليل أقولها. وصلنا باب البيت، تريثنا قليلا حتى نتأكد من عدم وجود أحد. تعرف الإنسان بكون شيء من الوجل أو الخوف أو شيء. وقفنا دقائق معدودة، وإذا يطل علينا شخص قادم، شخص فقط. هذا الشخص يعني عندما اقترب منا 20 متر تقريبا، وإذا به يحمل على كتفه كيس في أشياء بتطلع صوت، ومزود بمدفع رشاش حاطط الإشاط تبعه في رقبته وماسكه هيك. وجاء علينا من بعيد. قال عمي أبو يوسف، يعني أبوي. عمي أبو يوسف، أنا عارفنا وعارف البيت وعربي وإلى آخره. إحنا ما رديناش عليه، خوف إنه يكون يعني تعرف الإنسان مخيله شيء. أول ما أطل في وجهه
اللي هو هذا اسماعيل الفار الشخص الاشقر او بنطلون صاحب مسدس هيك عليه، قال له مين انت؟ واذا به يهيأ له انه هذا يهودي. كويس؟ ما كان منا الا انه نزلوا ايديه وسقط الكيس اللي كان على كتفه وهر والعائد وانطلق حيدا. يعني لو 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 تمالك حاله كان ممكن يقتلنا لانه مدفعه في ايده. واختفى عن الانظار. احنا تبادر لنا انه يهودي مع انه قال ابو يوسف والى اخره، انما برضه ابتعدنا عن البيت حوالي نص ساعه، قلنا يمكن هذا راح يجيب الدوريه ويجينا. ابتعدنا عن البيت حوالي نص ساعه واكثر، وهذا كان سبب تاخيرنا في العوده، الى ان تاكدنا انه فيش حدا. دخلنا البيت واخذنا ما نريد اخذه وحملنا وعدنا ادراجنا. جميل. لما عدنا الحقيقه انه اشرقت علينا الشمس قبل ان نقطع المنطقه الاسرائيليه، ضلينا ماشيين وصلنا بير ايوب، عين ايوب مره ثانيه. عين ايوب هذه القريه يعني مخده تسميتها من عين فيها. عين ينبوع يعني. عند هذا الينبوع وصلنا وقعدنا، واذا بنا نلتقي بهذا الشخص اللي التقينا فيه باب الدار، اسمه اسمه الان الحج، الحج عبد الجواد معوض عفاني، اي من اثرياء هذا البلد، من مليونرية هذا البلد. التقينا فيه هناك، كان شاب صغير، بقول لاخوي يا ابو كامل والله الليله بعده بدي انطخ على باب داركم. قال له شو الحكايه؟ قال له لك هو انت يا عبد الجواد. وهكذا كان، وذكرته فيها كذا مره هي في ماركه. المهم يا سيدي عدنا جبنا المعنى اللي جبناه، جبنا ملابس جدتي الله يرحمها، وجبنا شويه فلوس، وجبنا كمان ثلاث بنادق، وجبنا راديو، والراديو بوتاجي هذا تبعنا الكبير مع البطاريه. ما حملناش البطاريه لان البطاريه تقيله، اهو كان على بطاريه زي بطاريه السياره. المهم وصلنا وركبنا من بعد عين ايوب السيارة، وصلنا بالزيت وقعدنا سيدي. كان 31 تقريبا الشهر، لا بعد مرور 31 يوم علينا، بعد مرور 31 يوم اعلنت حكومة عموم فلسطين في قطاع غزة. كويس؟ طيب برئاسة احمد حلمي. ابو جمال بدنا ناخد استراحة بسبب الشريحة وبنعود نستكمل. يلا يعطيك العافية. يلا.